هذه الظروف العصيبة التي تمر بها مدينة خان شيخون خاصة وريف إدلب عموما، وكما الأمر ريف حما الشمالي، ثبت لنا أن المجتمع الدولي عاجز عن وضع حد لإجرام النظام السوري وحلفائه الروس والإيرانيين الذين يحاولون بشكل يومي احتلال وقض مساحات من الشمال السوري المحرر، فيهدمون البيوت ويهجرون الأهالي ويدمرون المنشآت الحيوية ويقتلون الأطفال والنساء والشيوخ ويحرقون البشر والحجر، ويستخدمون في ذلك كافة أنواع الأسلحة المحرمة دوليا برا وبحرا وجوا. إننا كوجهاء في مدينة خان شيخون وريفها أعيان وفعاليات نؤكد أننا نرفض أي تواجد لأي ميليشيات طائفية على أرض بلدنا تحت أي مسمى مزيف كاسم الجيش العربي السوري، وأن هذا العدوان الذي يشن على بلدنا سيواجه من مختلف الشرائح المحلية والمدنية والعائلية في المدينة وريفها بكافة السبل، ولن نسمح لأي جندي أسدي أن يدنس مدينتنا ما استطعنا إلى ذلك من سبيل. عاشت خان شيخون، عاشت سوريا حرة أبية، والخلود لشهدائنا والحرية للمعتقلين والشفاء لجرحانا والنصر لثورتنا المباركة.